كورتوا تقدرون تستخدمون يا اما تستخدمون البابريكا يا اما تستخدمونه مع الزعتر وطبعا زيت الزيتون اللي تصبونه عليه. الحين بحاول احطه اذا قدرت اني اكوره او احط لكم اياه على نظام الطبقات. امش يديني لان الروب دائما يدمر معروف. راح انزل طبعا حطوا بالكم تماما وانتم تنزلون من الكلينكس اللي انتم حاطينه لا يروح معاكم بالاكل. هذا اللي تشوفونه حليب البودر مع الروب اللي قلت لكم لازم يكون كامل الدسم وتخلونه الى ان ينشف. طبعا ينشف قلت مثل ما اقول لكم قبل بليله، دائما ليله كامله الى ان ينشف اللبنه تنشف معاكم. هني راح نشوفها نشيله نحاول ان نحرك نجانس الحليب البودر معانا بعد يبيلها وقت على ما هذا. انا كذي ببتدي احط لكم نظام الطبقات اللي هي هذه اللي سخناها وطلعنا الهواء والبخار منها. اول ما تبتدون حطوا شويه زيت، شويه مو زياده، اللي هي عشان ما تلزق معاكم اللبنه داخل ما تستفيدون منها. نحط تقريبا طبقة من اللبنة ونحط البابريكا، تحطون الطبقة الثانية أو مثل ما قلت لكم. ودائما أكرر إنه إذا خليتوها ليلة كاملة بإمكانكم 1000% إنكم تكورونها. أبتدي أحط الزعتر وبالطريقة هذه تقدرون تحصلون على لبنة من أروع ما يكون وطعم من أروع ما يكون. نمشها بس ننظفها وبعدين نسكرها. الآيس كريم أنا مزهبة كل شغلة بس ما أقدر أقدمه لكم إلا بالنهاية لأن حاطتها بالفريزر. طبعا مزهبة وحدة تبرويل وحاطتها بالفريزر. نسكر مضبوط بالطريقة هذه. وطبعا مثل ما شفتوا أنا مخليته ليل حد البلعوم الزيت الزيتون، لا تخلون هواء لأن الهواء هو اللي يدخل الأكسجين. الهواء إذا خليته فتحة أو مسافة الهواء راح يدخل الأكسجين ويخرب لكم اللبنة. هذه اللبنة اللي عليكم بألف عافية فيها إلى أن ننتظر الآيس كريم في نهاية البرنامج ووريكم الصلصات والفواكه اللي نقدمها بالطريقة اللي نقدمها فيها. ممتاز. معنا اتصال من الأخت مشعل عشان تبين. ألو. السلام عليكم. هلا. شلونكم؟ يا هلا ومرحبا مشعل. يعطيكم ألف ألف عافية. الله يعافيك طول عمرك. صراحة ما قصرتوا شيف سامي شيف بدرية. حبيبتي مشكورة. صراحة يعني جربنا شغلات اللي انتو سويتوها. نعم. وايد وايد طلعت حلوة، منها كيكة أمونة. اي منها. بالصدفة اليوم معانا الاختريم هي اللي مسويتها. يا هلا. اي صح صح. وفي دونات سويتها. اي ما شاء الله كانت طيبة. نعم. الحمد لله. طبعا انا اليوم ما سويت شيء، انا بس واقف يعطيك العافية والجماعة قاعدين يبدعون بشغلهم. كافي حضورك يا شيف سامي. الله يسلمك طول عمرك. تمرين على شيء مشعل يعني في أكلة؟ والله ما عليكم في أمر في ذهنك نسويها حق المستقبل؟ حاضرين. اي والله ما عليكم أمر، بس بغيت تغطية الكيكة اللي تكون طبقة بيضة. الكريمة قصدك اللي فوقها؟ لا مو كريمة، ما أدري شنو اللي أنا الشجر. على الكيك. الشجر اي اللي هي عجينة السكر قصدك. ايه. الفوندان عجينة السكر اللي نفسه عجينة اللوز المرزبان بس بيضة تقريبا، تكون لينة أي تكون فيها ليونه ان شاء الله. لا السكر انا عارفتها. لا لا هذه شيء ثاني. يمكن قصدك اللي يرسمون عليها؟ راح نسويها اللي يرسمون عليها تكون يعني طعم الجبن. لا 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 اي اي فيها طعم الجبن. في الجبن غير واللي انت تقصدينها اللي التغطيه اللي كنها يعني كنها كفر حق الكيك. اي
هذه اللي تقصديها؟ لا 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 تغطية من فوق. بس من فوق. بس من فوق. يعني كريمة الجبن تبين؟ اللي يحطونها على الكيكة الحمراء إذا ضايقتها؟ أو البنية، تكون الكيكة بنية طبقات أو حمراء، أي وتكون فوقها هذه الكريمة إن شاء الله أو البيضة إن شاء الله. تسلمون الله يسلمون. مشكورين حياك الله. مشكورين ما قصرت، يعطيكم ألف عافية على البرنامج الحلو صراحة. كافي إن الجمعة والسبت نشوفكم ونستانس معاكم. إحنا نستانس ليه صار غبار، ما حد يروح طلع يمين يسار، يقعدون الناس طالعة منا. يعطيكم العافية. الله يسلمك. الله يسلمك. يستاهل عمرك. مع السلامة. في عندنا مشاهدين وايد يحرصون على مشاهدة البرنامج، وناس وايد يقولون احنا والله مع الأسف الجو حلو وطلعنا، فاحنا نقول السرايات هالأيام إن شاء الله تصير بس يمع وسبت يقعدون في بيوتهم ويطلعوننا هم يستفيدون. زين وين وصلنا مع اي والله لو نشوف ام احمد مقادير اللبنة ان شاء الله. ما حطيت زيت زيتون تحت؟ اي الحين نحط زيت زيتون. شوفوا مقادير اللبنة عندكم اللي هي اثنين روب كامل الدسم او كثر ما تبون، حتى لو تحطون نص كيلو عادي، المهم روب كامل الدسم نوع جيد اللي هو صاد، بابريكا وزعتر وزيت زيتون، وياكم من قفشة الى قفشتين حسب الحاجة حق ثلاث قواطي روب، يبيلها قفشتين حليب بودر. هذه كل مقادير اللبنة، بس أهم ما في الأمر أنكم تنطرون عليها إلى أن تصك، يعني تنطرون أن تنز مايها كله، تنزل مايها كله، الرطوبة اللي في اللبنة تنشف، إذا نشفت تقدرون أنتوا اللبنة ولا الروب قصدك؟ الروب ينشف كله من الماي يصير لبنة طبعاً. واللي يحبها مالحة يضيف، احنا قلنا اضافات الملح بالاخير اللي يحب، بس انا عن نفسي افضل اللبنة على طعم الروب اللي الاساسي اللي اساسا موجود فيه. طبعا هذا بابريكا مو حار، اذا تحبون حار تقدرون تحطون. هذا في ما تبقى من اللبنة اللي عندي، تحسفت اني اقطها قلت اسوي اي نعم، انا ما راح اسكر الا لما اغسل ايدي. مشكوره. الحين شنو باقي لنا على اساس هذا ايش كثر يبي دري شوي بس يعني 10 دقائق انا ماني عارفه متى نسكر. لو يقول لنا مخرجنا على اساس نحط الايس كريم. اوكي انا عندي ايس كريم بالفريزر. ممتاز. فما ادري ما ادري متى الحين ريم تنتظر وانت تنتظرين. بس واحنا شو نسوي الحين قاعدين كذي؟ ما ادري. ما عندكم شاي؟ انا ممكن احطه بس فريزرنا المشكله لو اشكلهم فريزرنا ما يشيل. صح. اي فعلى هالاساس راح يذوبون. زين الحين شو نسوي؟ سووا لنا شاي، سووا لنا شيء. وين مو قلتي ذاك اليوم احمد في نوع شاي بتسوينه؟ اي وينه؟ خلنا ان شاء الله نعبي فيه الوقت الحين اسوي. اي يمدي. تذكرين عاد الاغراض موجوده ولا لا؟ اي موجوده كلها موجود بس ان شاء الله يكون في عندنا نوع من الشاي ام احمد تسويه اللي فيه هو عشبه الليمون عدل ام احمد؟ اي عشبه الليمون جراسز. ليمون جراس وبعد؟ وبعدين نحط عصير الليمون الايراني. اي اللي هو هذا اللي لونه عصير الرمان ربع كوب. ممتاز. وعصير الرمان بس انا ماني عارفه عصير الرمان وين حطه؟ والمفروض يعني ريم كان يبتي بطاط مو مقلي نقليه على الاقل. انا بغيت اسوي كذي ممكن نطقهم ابو سعد لو تكرمت. اطقهم كذي بالطاوله ها؟ ما يخالف هم عشان تطلع طعمهم. طبعا نطبخ اهم شيء انه احنا شو اسمه ام احمد؟ نعم. اقصهم ولا تبينهم كذي مفتوحين؟ اي نقصهم من الصين بس اجيب جدر. هذا عشبة الليمون عشان تطلع لازم النكهة اللي فيها الليمون. تنفضخ كذي نحطه على الشولة بس يلا. اي نعم وانا راح اقصهم هذول نحطه على الشولة. هذا الربع مع شنو؟ هذا ايش كتب؟ هذا نص. نحطه على الشولة ونحط عليه ماي مغلي والليمون جراسز ابو سعد عشان اقص الليمون الحين بس. اي
نحط تقريبا 3 قلاصات من الماء. لا تكثرين عشان هذا. لا ما راح اكثر، 3 قلاصات بس راح اقدمهم بالشيشه عشان ينشافون. ممتاز. طبعا عندنا هذا عصير الليمون، هذا عصير الليمون كلنا نعرفه. هذا عصير الليمون راح اصبه ربع كوب. وهذا ليمون جراس؟ اي نعم. ليمون جراس راح ننزله كذي. اي نعم. هذا مشروب ينشرب بارد ودافي من اروع ما يكون. هذا شربة الرمان. هذا شربة الرمان. نص كوب. نص كوب. ربع كوب ليمون ونص كوب. وشوية شكر راح احطه معانا. انا عندي باقي الشكر اللي كنت حاطته مني، هذا تقريبا ملعقه واحده من السكر. خلي الشكر برا عشان ان شاء الله، عشان اللي يشرب شاي بدون سكر ان شاء الله. الحين بس يطبخ غلوه واحده، ما تغلون زياده. ما يطبخ وايد؟ ها لا لا ما يبي وايد. خلاص غلوه واحده. طول عليه بس. ونصبه قلبه واحده. ها قلبه واحده ونصبه هني. اي نعم. مش خال ولا هو هي العده مالته؟ هو بس الليمون جراس لا عشان يبين، بس ابي كوب من هذا. زين ما احمد تحطيتي له ماي حار صح؟ الماي اصلا ماي حار اصلا. يعني الحين غلوه واحده بس يكفي، نصب هني والباقي نصب هني بس عشان يشوفونه. المقادير، المقادير عباره عن 3 قلاصات من الماي المغلي، عليه عودين من ثلاثة. لا عودين اعطيني ثلاثة عواد. هو ثلاثة من 2 إلى 3 عواد ليمون جراس اللي هو عوادة الليمون، إضافة إليه نص كوب من نص كوب شربة رمان وربع كوب عصير الليمون. ممتاز. قلوة واحدة لا تنطرون عليه أكثر من كذي، نصبه. ممتاز. شكرا. ريم عندي سؤال. تفضل. الحين العيش هذا ضروري مع هالطبخة ولا ينفع العيش مالنا؟ عادي أي عيش. أي عيش. لأن هذا العيش أنا ما استطعمه مثل عيشنا. يعني ما يستهوي. حلو على حسب. لا ما يستهويني. يعني شوف العيش المصري ما يصير أسوي فيه مجبوس مثلاً. إيه طبعاً. هذا شو اسمه طبعاً ينقع. أنتوا دائماً تحطونه في شنو؟ في المطارة. في المطارة ينقع عقب نص ساعة تقريباً شربه. هذا مشروب من أروع ما يكون ومشروب بارد جداً وايد حلو. بارد على القلب. وايد بارد حلو، تشربونه دافي أو تشربونه حار. أنا أحاول أخذه بدون شو اسمه الليمون جراسز. هذا العيش اللي قلتي عنه اللي حطيتيه هو يسمونه بعد يسمونه عيش أمريكي، اللي هي الحبة مالت اليبرة صح؟ صدق إنها تصير طويلة وايد وما تتكسر بسهولة صح؟ لا. أنا ما بيقول ماركة ولا بسرعة أقولش ماركة. أي بس ما بي أميز ماركة عن ماركة. يا أما تشربونه بالأكواب هذه. إيه شكله جميل. تشربونه بالأكواب هذه. زين لو بارد أحلى ولا حار؟ كله حلو. الطعمين أنا متأكدة إنه من أروع ما يكون، بس حسب الشخص يعني شنو يحب. إحنا عادة نحطه بالمطارة مالت الشاي ونشربه بدون سكر هذا. من يقول بدون سكر؟ في سكر. سكر الرمان. اي مال الرمان. إيه. بس يعني مو السكر اللي احنا نشربه متعودين عليه. وين القفشه اللي كنا بنجيبها؟ كاهي موجوده. ما ادري نقدم الايس كريم الحين في ولا باقي وقت؟ لا في وقت. في وقت عندنا يعني بعد الفاصل نحط ال اي عقب الفاصل نبدا نجهز ال هذا مشروب الرمان جاهز. من اروع ما يكون وانصحكم تذوقونه فعلا راح شكله صار رومانسي هذا وايد حلو وايد حلو طبعا ساعات يقدمون يمه قطع الليمون كذي أيوة يقططونها من فوق الحين بالفاصل بشوف اذا عندنا من داخل الثلاجة نقططه بس عشان تشوفون شكله دائما بعد برا الأجانب يحطونه في طاسة زجاجية كذي لها غطا مثل مالت الشوربة ويحطون داخله شرايح الليمون وحب الرمان ويقدمونه بعد حلو شكليا وطعما.
لا ممتاز شكله صراحة. وايد حلو.